السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير وبصحة جيدة. وشكرا بزاف للمشاركات الجديدات في القناة، شكرا بزاف لكل سيدة كتبعني وكتبعت لي برسائل وبتشجيعات وبكل شيء. فكنتمنى هادشي اللي كنديرين الاعجاب ديالكم. فاليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم دجاج بشامبينيون ولا كريم، كيجي رائع جدا، كيتب في الفران، كيجي هش هش لواحد الدرجه اللي ما كتصوروهاش. هكا ممكن نقدموه مع الارز ولا اي نوع من لي بات. فيلا معايا تشوفوا معايا المقادير وطريقه التحضير. عندنا هنا جوج ديال الصدور ديال الدجاج مقطعين بهذا الشكل، كنضيفوا لهم شويه ديال الملحه، شويه ديال الابزار، كيمكن لكم تضيفوا لهم شويه ديال السكينجبير، داكشي حسب الذوق. كنديروا لهم شويه ديال الزعتر او زعتره اولا اي اعشاب منسمه حسب الذوق. فكنحركوهم هكا بيدينا وكنديروهم في واحد السلافه فيها الطحين، كنبقاو كنمرمدوهم بهذه الطريقه. طاك بالنسبه للدجاج كل واحد يدير على حسب عدد افراد العائله ديالو، يعني يقدر يدير اقل او اكثر. دونك فاش غادي نكملوا هاد الطريفات ديالنا، غندير واحد المقله على النار، غنديروا فيها جوج معالق ديال زيت الزيتون، وغادي نستفوا الطريفات ديالنا بهذا الشكل. الغرض ديالنا هو اننا نحمروا هذا الدجاج ماشي نطيبوه، لان الطياب باقي غادي يكمل طياب في الفران. يعني حنا بغينا غير هذيك لا كولور ذهبيه، داك اللون الذهبي. دونك غادي نحركوا، غادي نبقاو كنقلبوا، اللون ديالو خاصو يكون هكذا بهذا الشكل محمر. فوالا فاش يتحمروا لي كلهم غادي نديروهم في واحد القالب ديال الكغاطا اللي كيدخل الفران ديال الدجاج، ولا على حسب كل سيده وداكشي اللي متوفر عندها في الدار. فغادي نستفوه بهذه الطريقه، وغادي نمشي نقطعوا واحد خمسة ديال لي شامبينيون فري بهذا الشكل اللي ما عندوش فيدير الشامبينيون ديال الكونسيرف. دونك فوالا غادي نسخنوا ديك المقيله ديالنا اللي درنا فيها قبيله، وغنديروا فيها جوج معالق ديال زيت الزيتون. غادي نديروا بصله مشلضه ولا محكوكه، والشامبينيون، واحد جوج دريسات ديال الثومه محكوكين. وغادي نبقاو كنحركوا بهذا الشكل هذا. غادي نضيفوا شويه ديال الملحه، شويه ديال الابزار، وشويه ديال السكينجبير، غير واحد نقطه، يعني ماشي بزاف، غير شويه غير باش كيتنسموا. وكنبقاو كنحركوا، الغرض ديالنا هو الحصول على بصله يعني بلون بني محمره، لان هي اللي غادي تعطينا داك اللون الجميل للصلصه ديالنا. فوالا غادي نخلطوا البصله والشامبينيون مع الدجاج ديالنا، غادي نستفوهم بهذا الشكل ونخليهم جانبا على ما نصوبوا الصلصه ديالنا. دونك فواحد المقله غادي نديروا معلقه كبيره ديال الزبده، غير غادا تذوب غادي نضيفوا لها ثلاثه ديال المعالق كبار ديال الدقيق. انا عندي هذه المغرفه الخشب كبيره، يعني كتهز لي ثلاثه ديال المعالق كبار العاديين. غادي نبقاو نحركوا مزيان حتى تذوب ليا داك الزبده وداك الدقيق. غادي نضيف واحد نص ضامه ديال البنه، يمكن لكم ديروها كيف يمكن لكم تستغناو عليها، انا درت زعما ديال البيت. غنضيف دابا واحد الكاس ديال الماء، وغادي نبقى نحرك مزيان حتى تندمج لي داك الزبده مع الطحين مع الماء بدون ان اتوقف، لان الا وقفتو من التحراك فغادي تكون لكم داك الحبيبات. غادي نحرك مزيان وغادي نضيف واحد الكاس واحد اخر من الماء. فوالا غادي نحرك عاوتاني مزيان غنضيف واحد المعلقه كبيره ديال العصير ديال الحامض. دائما مع التحراك. وغادي نضيف واحد جوج كيسان ديال الحليب تدريجيا بشويه. غادي نضيف دابا واحد الكاس ديال الكريمه السائله ديال الطبخ، يمكن لكم ديروا جوج كيسان ديال الكريم وكاس ديال الحليب، داكشي كيبقى اختياري. غندير شويه ديال الملحه، شويه ديال الابزار، غير شويه ضروري ما تذوقوا قبل ما ديروا، شويه ديال الزعتر او زعتره.
تحركوا مزيان حتى يغلى لكم هاد تغلى لكم هاد لاكريم وتعقد. فغير كتشوفوها عطات بهذا الشكل غادي ديروها على الدجاج ديالكم والشامبينيون. الفران ديجا انا مسخنه من قبل يعني على 180 درجه سخون بزاف بزاف، دونك ملي غتندمج لي ملي غيندمج لي كلشي مع بعضه فانا غادي نغطيه بواحد الورق ديال الطبخ هو الاول. عاد ندير الالومنيوم لان كيقول لك الالومنيوم ماشي مزيان، دونك هاد الالومنيوم فاش كنبغي نطيب الدجاج كنديرو دونك مخبياه. كما قلت لكم ندخلوه للفران سخون 180 درجه لمده 30 دقيقه. غادي نحيدو له الورق وغادي نخليوه ياخذ واحد اللون لمده 5 او 10 دقائق بهذا الشكل. فكنقدموه بالصحه والراحه مع الارز مع اي نوع من لي بات، كيجي لذيذ بزاف وكيجي كيذوب في الفم. فكنتمنى تجربوه وترتو عليا الاخبار. الى عجبتكم لا فيديو وعجبكم هاد الدجاج وعجبكم هادشي كله اللي كندير، ابوناو في لاشين وبارطاجيو هادشي مع احبابكم وصحابكم، وما تنساوش ديروا جيم. وإلى عندكم شي سؤال مرحبا. سلامة.